خوتي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل الملاح خوتي. المهم خوتي صحة عيدكم و الله يتقبل منكم خوتي، واللي يحبوني نحبهم انا تانيك. بزاف ناس بعثوا لي في لي كومونتير قالوا لي كملنا الجزء الثالث، وكاين اللي يقول لي نحبك من عند ربي. خوتي نحبكم انا تاني وكما نقولوا والله غير كما قلت لكم، انا ما تخلصوني ما نخلصكم، ما نقول لكم ابوني ما تابونيش، انا ندير لي فيديو في خاطركم خوتي. هذا ما كان في سبيل الله، معليش نورمال نشارك حياتي نشاركها معاكم نورمال خوتي. المهم باش ندخلوا في السوجي، المهم تحياتي ليكم كامل خوتي، باش ندخلوا داك في السوجي الجزء الثالث خوتي. المره اللي فاتت حبسنا قلنا الرحله الثالثه هي توجو على لاغريس، واللي كان تانيك مازال في رمضان، وكما نقولوا مع التونسي هذا ومع واحد تياتي تلمساني، وانا كنا في اربعه ودينا معنا لابوي. وهذه المره لابوي شريناها من الترك، المهم ديناها معنا باش نقطعوا بها الواد. والله غير حنا صايمين وهما انا رحت صايم وهما كيما نقولوا فطروا بلاوش. وانا يا رحت صايم والله رحت صايم، بصح كي لحقت الثلاثة تاع العشيه ما نجمتش، والله ما نجمت خاوتي. المهم اكفي رحله وحراق ومنا ملهاه ماشي مشكل. المهم لحقنا جوه ثلاثه وكما نقولوا ريحنا في واحد الدار قديمه هكذا ريحنا فيها خربه كما نقولوا. استناو باش تحت الظلمه، كي طاحت الظلمه بقات لنا واحد 2 كيلومتر على اليونان، تشوف الواد هذاك. المهم خوتي والعسكر نشوفوا فيهم، العسكر شغل مسيركليه بالعسكر تاع الاتراكه مسيركليه نمله ما تجوز. المهم قلنا نتكلوا على ربي نشوفوا نسيو كيفاش ندخلوا. المهم رحنا مشينا يا ربي واحد 200 متر حتى طاحوا علينا قال لك غير 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 بورده غير بورده، العسكر تاع الاتراك هضروا معنا بالتركيه قال لك غير 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 غير. المهم قال لك ما يديروا لك والو تاع الاتراك، ما يديروا لك والو. جابوا لنا الماء جابوا لنا الماكله تهلاو فينا، تقول له جزيري ولا فلسطيني ما يدير لك والو العسكري. بصح ماشي مليح كي طيح جزيري في السونتر المغلوق تما في الترك. المهم خوتي جابوا لنا لي جوندارم هادوك جاو داونا للسونتر، طحنا كاع فلسطينيين. المهم جا لنا التركي قالنا نتوما خزر فينا، قال نتوما مغاربه ولا توانسه ولا جزيريين وحده منهم. قلنا لهم لا فلسطين فلسطين. المهم احنا فلسطيني اربع ايام خرجونا ايا وكاين اللي يطيحوا جزيريين تماك يطولوا يضربوا بهم 6 شهور 7 شهور. المهم طلقونا عاودوا رجعونا لاسطنبول، ومن بعد شغل كيما نقولوا زدت ريحت بالك واحد 20 يوم هكذاك. المهم قال لك اليونان مزيره، ما كاش لي يدخل ما كاش لي يخرج كاع يديك من الترك اليونان ما كاش. هذاك الوقت الميلتاريز غلقوها تاع الصح. المهم نحيتها من راسي كاع يديك، قلنا نشوفوا طريق واحد اخرى. كنا نريحوا في واحد الجاردان خاوتي شغل جا كيما هدايا هكذايا والله غازو هكذا، وفي اسطنبول جاي شويه الفوق وفي فيه جامع هكذايا. وفي الترك على بالكم خاوتي في رمضان في الترك والله غير جامي تجوزت رمضان حلو كيما اللي جوزتو في الترك اول خطره. ما لقيتو صح مع داركم كذا، بصح في الترك جوزتو ما يخصك والو، في كل جامع تروح تاكل ويعطوك السحور ويسحر قسما بالله بارتو. المهم المهم سحرنا، كنا نريحو في واحد الجاردان نجيبو الصباح في رمضان، وكان واحد الوهراني الله يذكره على الخير خاوتي، واحد الوهراني نسيت اسمه وقيله قاده
كان يخدم هو، كان مطول في الترك، كان يحوس على خرجة بصح. الو بصح كيما نقولوا طول في الترك ضرب عام، كان يخدم حفاف في النوار تما في اسطنبول، يخدم حفاف. المهم كان يجي يريح معانا، كان يجي يقصر معانا خوتي، يجي معانا صباح في هذيك الجارده. ايوا بعد جالينا قالنا كان طريق شابه ومخرجوا منها جماعه غير كيما هي على بورغاس توجور. هذه ماشي كاع ليونان، هي على بورغاس. هذه بورغاس جايه في بلغاريا، هذه جايه على البحر، مدينه كبيره جايه في البحر. المهم خوتي الرحله تاعنا الاولى تاع بلغاريا من الترك لبلغاريا، باسكو اليونان نحيتها من راسي والرجوع الجاي انا ما نوليش كيما نقولوا مشارير ما كاش، و الجوع ولا الرجوع هذه هي ثم بديتها اصاحبي كملها كيما قالها، بديتها كملها هذه يا دبر راسك. المهم اليونان نحيتها من راسي قاعيتك، وهذيك المره اللي قلت لكم عليها اللي عرفتها في الانترنت انجليزيه باسكو تفهمنا نتلاقاو في اتينا، تعاود تبدل لي البروغرام ثم عاود بلون واحد اخر. اليونان نحيتها من راسي باسكو ما تدخلش. اه درت بلون تاع بلغاريا تهنيك، والبلغاريا ما كنتش كاع مخطط لها، ثم شغل يكذب عليك ثم كيما واش كنت حاب دير نتايا، ربي هو اللي مكتب لك. والله ربي ما كتبش نتلاقاو نروحوا لليونان، كتب نروحوا لبلغاريا من الاخر. هذه هي خوتي. المهم قال لك كاينه طريق شابه، هاد الوهراني قالنا عليها هي بورغاس. تروح لواحد المدينه واحد القريه في الترك جاي على البحر، ما بين الترك والبلغاريا جهه البحر. المهم رحنا عليها خوتي انا يا واحد المغربي والمغربي وواحد من بومرداس تانيك، هذا مغربي تاع من كازا كازاوي. احنا اربعه، لا احنا ثلاثه، بومرداس انايا وهذا المغربي ثلاثه. المهم خوتي تكلنا على ربي، رحنا حكمنا بيوس، رحنا لواحد القريه بعيده يا ربي، واحد تمشي واحد 3 سوايع 4 سوايع في البيوس، جبده شويه. يا شفتها في الجي بي اس وكل شو في الجوجل ماب شفتها ودرستها مليح. لحقنا جويه العشيه ديما انا صباح لحقنا عشيه. المهم بدا طيح المغرب هكذاك، حكمنا الطاكسي. كي حكمنا الطاكسي مشى بينا يا ربي واحد 1 كيلومتر لحق القريه هذيك اللي باش نوصلوا ليها احنا نقطعوا منها. قبل ما يلحق هذيك القريه هذيك باسكو هو جبد التليفون وهضر بالتركيه ما فهمناش. المهم خوتي قبل ما نلحقوا القريه لقينا العسكر يستناو فينا يا رب العالي، ولا غير يستناو فينا. قال لك بلي كلاش منا، كرهتهم انا كرهتهم، شفتهم كرهتهم قسما بالله. ما لقيتو ناس ملاح هما ما يديروا لك والو، الاتراك العسكر تاع الاتراك ما يديروا لك والو خوتي، والله العظيم ناس ملاح. المهم قال لك عاود ولي كيف عيطوا للجندرم، لي جندرم تاعهم هذوك جاو داونا للبوست ديالهم، وهذاك مول طاكسي خلطناها معاه، كنا احنا نضربوه باسكو ما خلصناش. قالنا خلصوني، هو بيع الباباك وزاد قالنا خلصوني في الكورسة. ايا بدينا نعرشوا له، هو يهضر بالتركية وحنا نطيحوا له حاشاكم خوتي بالجزيرية. ايا قال لك هذا الشعب راسو يابس جا رايح. المهم خوتي استقبلونا هذوك تاع لي جوندارم تاع الاتراك، ما داروا لنا والو، قعدنا واحد 3 سوايع تما لداخل، عطاونا واحد الوراق هكذايا، جابوا لنا الماء تانيك، تهلاو فينا ناس ملاح، عمرونا واحد الوراق باللي فلسطينيين طحنا. المهم قالوا لنا روحوا نطلقوكم وما تزوجش تعاودوا لهاد تولوا لهاد البلاصه وخلاص. المهم خاوتنا طلقونا على الزوج تاع الصباح، كي طلقونا على الزوج تاع الصباح يا رب العالي البرد قتلنا، والبيوس ما كاش باش تعاود تولي لاسطنبول هذيك واحد 3 سوايع. المهم لقينا واحد الشونطي دار شغل جديده شويه هكذا، شغل جديده في البنيه، لقينا واحد الكراج هكذا. المهم رحت انا لواحد الحانوت كان تما قريب،
اباكم في الترك الحوان تاعهم خاوتي شغل يحطوا الديسير يحطوا الفاكهه على برا ويغطوهم بالباش يغطوا بالباش شغل ما انت تروح ترفد لقيت الفحم لقيت الجبنه له شويه فاكهه منا كلينا الجو. المهم خاوتي جبت الفحم الكرتون شعلنا النار في هذيك الكراج كان مفتوح ويجوز واحد التركي عزوج تاع صباح خاوتي والله واحد التركي سكران سكران سكران. المهم شافنا هكذا جبت التليفون عيط لباباك تم تم جاو باباك خمس دقائق جاو هادوك اللي طلقونا عزوج تاع صباح هما اللي زادوا جاو شافوا فينا شفنا فيهم يا قال لك ما هدروش مع كاع معانا عاودوا راحوا. المهم شغل غدناهم عبالهم بلي هادو طلقونا وخلونا البرد برا وخلونا هكذاك. المهم طلع الصباح خاوتي وشدينا البيز عودنا ولينا اسطنبول زدنا ولينا اسطنبول واسطنبول ثاني هذيك زدت ريحت فيها واحد الفنجور هكذاك نافيغي خاوتي كالعاده نشوفوا طريق واحد اخرى نشوفوا واش من الطريق اللي مليحه. المهم خاوتي الترك هذه قعدت فيها شهرين انا كنت داير في بالي نريح فيها نهار حتى عشيت شهرين غير ربي هو اللي عارف شحال راح تريح في الترك باسكو علاه كاين شي ناس يجو ليله وحده يبات ليله يخرج كاين اللي يشد حراق وما يلحقش يحكموه وكاين اللي بلا حراق يخرج كاين شي ناس ضربوا عام عامين ما خرجوش وكاين اللي يريح ليله يخرج كل واحد كيفاش كاتب له ربي والله يا خاوتي. المهم ولينا ونشوفوا طريق واحد اخرى كان عندي واحد صاحبي جيجلي وواحد تيارتي تانيك كانوا يريحوا معنا بزاف ومن بعد شغل يومين ثلاث ايام ما بانوناش كان شغل كنا كونتاكتهم فيسبوك حتى بعثنا لهم في الفيسبوك وراكم قالوا لنا رانا خرجنا رانا في بلغاريا كيفاش واش من الطريق. المهم عطاونا الطريق قالوا لنا روحوا لاباف على ايديرنا وراو لنا شغل الطريق بدي طايب كلش قلنا خلاص تفاهمنا. المهم تفاهمنا على ثلاث ايام نخرجوا وهذاك المغربي هذاك حكايته حكايه تانيك. المغربي هذاك حب يولي للمغرب حب يولي للمغرب للبلاد يوم بعد ودارهم بعتولو سما حنا كنا متفاهمين باش نديروا رحله حتى قالنا انا نعاود نولي وختو في المغرب ويماه بعثوا له البي وقطعوا له البي وكل سما بقات له سما نهار واحد يومين هايداك يومين باش يعاود يولي للمغرب. المهم واش كان يدير كان ينافيغي باش يحبط معاه تليفون هو كان يسرق. المهم كي بقات له ليله باش يروح يعاود يحبط كان عنده البي وكلش. المهم دخل واحد الحانوت مع الصباح سرق تليفون كي سرق تليفون جاي في اسطنبول هاد الحانوت هذا شافو السيد كي شافو السيد جراو موراه عباك يحكموك في الترك التركي تسرق فيها عباك عندهم الحناش تاعهم سيفيل عباك شي يديرو يضربوك قسما بالله يضربوك ضرب جامي شفتو يضربوك ضرب قسما بالله جامي شفتو ثلاثة أربعة يدخلوا عليك بالضرب سما باش مزيش كاع تعاود تسرق يقتلوك يطلقوك هكذاك بمصروع. المهم خوتي سرق تليفون اجرا في اسطنبول حكموه كي حكموه قتلوه الاكراد هادوك قسما بالله وزادوا جابوا له باباك الدواء للحبس تاع اسطنبول. المهم كان معاود مولي المغرب. المهم داوه ضرب سمانه طلقوه صح عطاولو سورسي قالوا له 6 شهور ما تخرجش من الترك. شوفوا سبحان الله 6 شهور ما يلزمش يخرج من الترك. المهم ممنوع عليه الخروج من الترك مام كي يحبط المغرب يحكمه في المطار يعودوا يدوه. المهم قال لك ما نوليش انا المغرب 6 شهور ينسي نحرق نكمل عليها. اتفاهمنا باش نديروا رحله ونخرجوا من هذاك الججلي وهذاك تيرتي عطاونا نقطة شابة. تفاهمنا أنا وهاد المغربي هذا وهذا حمزة تاع أبو مرلاس الله يذكرهم على خير على خير على كل حال خوتي بالك راهم يسمعوا فيا. المهم هي النقطة تاع إيديرنا على لاباف كي تلحق إيديرنا تحكم طاكسي يديك لاباف
لاباف ما بين لا بلغاري ولا تركي. كي تبقى لك 1 كيلومتر على لاباف الدور سور لا 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 دروات ديالك تمشي في هذاك الزرع. كاين الزرع وعبادة الشمس. المهم كاين بوطوات هكذا تتبعهم، تتبع البوطوات تتبع البوطوات. هذه رحلة تاعنا الثانية تاع من ترك لبلغاريا. المهم مشينا واحد زوج سوايع في الليل ولا ثلاثة لحقنا، ماشي حاجة لحقنا. لو كاين واحد الواد صغير شغل ناشف، كي تلحق الواد الصغير هذاك سما خلاص كي تفوت الواد راك في راك في لا بلغاري. وهاديك وهادو في 2013 بلغاريا فتحوها، سما ما كانوش يرجعوا، كانوا اللي يحكموه في الاراضي البلغاريه يدوه كيما نقولوا البلغاريه، ما يرجعوش للترك باسكو من قبل كانوا يرجعوا للترك. المهم لحقنا الواد هذاك، مشينا بيان لحقنا الواد هذاك. كي قطعنا الواد سمعنا طوموبيل جات، حنا عبنا تاع الترك لحقت لينا طوموبيل. كيفاه شافونا الله اعلم. دوك نقول لكم كيفاه شافونا اخوان. وفي الليله لحقنا. المهم دخلنا الاراضي تاع البلغاريه حتى سمعناهم يهضروا بالبلغاريه ماشي التركيه. حنا فرحنا فرحنا باسكو خلاص رانا في بلغاريا، تهنينا من الترك هذيك بعد عانينا شهرين وانا فيها. والله غير الله ميزار بصح الحمد لله. دخلنا باسكو كاين اللي يحصلوا بزاف خوتي في الترك، كاين اللي الحق شغل يتوسوس يقول كيفاش الخرج بالك ما نخرج بالك، وهي ربي لو كاتب لك وشنو انت دير اللي عليك وخلاص. المهم الله يوفق يوفق كاع خوتنا حكمونا تاع الوسمو. طبينا لهم في الحشيش في الشوك، الشوك هذاك جرحني كاع يتيك اقسم بالله. الشوك هذاك تاع التوت هذاك تدخل دخلت فيه ما نجمتش نخرج كاع، ما خرجش بالدم نورمال. المهم خوتي جاولينا تحير كيفاش شافونا. ضربنا تخبينا زعما ضربنا باللومبا بالطوت هذاك باللومبا، قال لك هايدي هايدي بالبلغاريه هايدي هايدي بي هايدي بي. قال لك وير ار يو فروم وير ار يو فروم، قوم قاع فلسطين فلسطين وداك. المهم قاع قولنا فلسطين. المهم كيف شافونا هما لي زالمون مدعمينهم، عندهم كاميرات الانفراروج، كاميرا في الليل تشوفك ابيض، تسمى في الليل تشوفك ابيض تبع الدم الحراره تاع الدم ديالك. دايرينهم في البوطوات ودايرينهم كيما نقولوا باسكو كي نضنا هكذا شفنا بلغاري داير كاميرا دايرها في صدره هكذا معلقها، وهذيك اللي كان يشوف بها يجي لك حتى يشوفك ابيض يجي لك يحكمك. المهم قال لك وراء رفيهم قولهم فلسطين، اداونا للسونت تاعهم كيما نقولوا شغل سيلونا هكذايا شغل كيما نقولوا شومبره مغلوقه، وهذيك الشومبره هذيك جايه في الحدود حبس تاع الحدود. بيتونا ليله قلبونا قلبونا قلبونا. المهم طحنا لهم فلسطيني، وهذاك المغربي كان مقطع الساكودو تاعو مخبي الباسبور تاعو يا رب العالي وما قال الناس. المهم طيحوه بالباسبور تاعو عرشت له طيحت له حاشاكم خاوتي ما خليتلوش كذب علينا. المهم قالوا ان انتم ماشي فلسطين يا مغاربه يا جزيريه على جال الباسبور اللي حكموا عند المغربي. يا ربي يا ما عليناش. جابوا لنا ترجمان يماني، اليماني هذا غدوة من داك الصباح بتنا ليله في داك في الحدود. غدوة من داك الصباح جابوا لنا ترجمان يماني. الترجمان هذاك قال لنا انتم ولد الحرام هذاك اليماني الترجمان، هم يعرفوه كاع جماعة اللي جازوا على لاباف تاع بلغاريا على ايدرنا يعرفوه كاع ترجم لهم. المهم قال لنا انتم جزائريين ماكم فلسطينيين، بدا يا وديكو تعرفوا يخدموا معاهم يخدموا مع الدولة البلغارية كاع العرب. المهم انا طحت فلسطيني شايد في كلمتي، وهي شغل كيما نقولوا كتحت سيري خير في بلغاريا باسكو كانوا يحبونا والله كانوا يحبونا. المهم اداونا للمحكمه شرعونا قبل المحكمه كي ترجمنا اليماني طيحنا الجزائريين. اداونا للسيلون، واحد السيلون فيها 2 متر كاري والله يا خوتي 2 متر كاري بتنا 72 ساعه، يقول لك لازم 72 ساعة 3 أيام ومن بعد باش تروح للمحكمة.
المهم خاوتي نحبسوا هنايا كي دخلنا لبلغاريا والمحكمه. المهم حكايه مازالها طويله خاوتي، نكمل لكم كي دخلت لبلغاريا ونكمل لكم كيما وين داونا تاني كمل المحكمه وشحال شارعوا لنا، ونقول لكم خاوتي وين داونا وش لقينا. وهاني جايكم. وعامين اللي ريحتها في بلغاريا، علاش ريحت عامين في بلغاريا نكملها لكم ان شاء الله خاوتي في الجزء الرابع ان شاء الله عن قريب. تهلاو في روحتكم خاوتي ونورمال، وكما نقولوا نعودوها صحه عيدكم خاوتي، ونتلاقاو في الجزء الرابع خاوتي، والسلام عليكم.